خلاص دخلنا الأسبوع الرابع لمهرجان العالمين، المهرجان اللي فعلا يوم بعد يوم بنتأكد أنه أحدث نقلة نوعية كبيرة جدا في المفهوم السياحي والترفيهي والفني داخل مصر. النسخة الثانية من المهرجان خلت المدينة وجهة سياحية متكاملة بتلبي احتياجات جميع المصريين والسادة الأجانب أيضا زوار هذه المدينة. شفنا توسيع كبير في الفعاليات والأنشطة الحكومية، شفنا زيارات لعدد كبير من المسؤولين علشان يوجهوا رسالة لكل المواطنين بأن العالمين مدينة لكل المصريين وفيها كل الخدمات المطلوبة على أعلى مستوى ممكن. فعلا مدينة العالمين الجديدة كانت في السابق مسرح لأحداث عالمية، وكانت أرض بيحفها الخطورة. نتيجة هذه الأحداث تحولت إلى تنمية مستدامة من خلال مدينة ذكية فيها حياة دائمة طوال أيام السنة. تحولت لأفضل وجهة سياحية بتشمل كل فئات المجتمع المصري، ورسالة للبناء السكني بالمدينة لمختلف الشرائح المجتمعية، واللي بتعكس الأمر أنه مدينة العالمين أصبحت مدينة لكل المصريين. كمان الحفلات والفعاليات الثقافية المختلفة اللي بتلاقي حضور كبير من زوار المدينة، واستمتاع الحقيقة بالجو الصحو اللي هناك، وأيضا بأجواء الطرب المتميزة والأحداث الرياضية الفاعلة. يعني خلينا أقول كمان أن المهرجان ما أثبتش بس أنه هو نسخة فنية أو نسخة رياضية، لكن أيضاً أثبت أنه هو نسخة لأنشطة كتير جداً شفناها، أنشطة لمحبي الحيوانات الأليفة، أنشطة للأطفال، أنشطة في الجو، أنشطة داخل البحر. المهرجان بقى نسخة متكاملة بتحقق كل اللي مطلوب منه فيما يتعلق بسياحة المهرجانات. علشان كده تحقيق النجاح يعني مش سهل لما يكون فيه، إلا لما يكون فيه تكاتف وفي استغلال لكل مصادر قوتنا الناعمة اللي موجودة التي لا تقدر بثمن، علشان نقدم صورة جميلة وصورة حقيقية عن بلدنا، ونشوف كل الحفلات اللي فيها نجوم العالم العربي كله. فده بيؤكد يعني مصدر القوة الناعمة لمصر، وبيؤكد امتلاك مصر للريادة الإعلامية داخل المنطقة. كلنا سعداء بتطوير هذه البقعة من أرض مصر عشان تكون أحد البقاع المميزة في بلدنا سياحيا وفنيا وترفيهيا، وكلنا سعداء أيضا بالصورة التنظيمية الحلوة والرقية اللي بتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمهرجان، واللي يعني أظهرت يوم بعد يوم عظمة التنظيم اللي موجود داخل هذا المهرجان. التطور الكبير اللي شافته مدينة العالمين سنويا، وسرعة إنجاز المشروعات، وكمان البنية التحتية الذكية اللي تميزت بها المدينة، خلاها واحدة من الوجهات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي. كلنا لازم نروح ونشوف ونستمتع بجمال بلدنا والمرافق المتطورة فيها، وإزاي الطبيعة الساحرة مع البناء الذكي والتطور التكنولوجي جعل منها درة على الأراضي المصرية. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وبنقول لكم صباح الخير يا مصر.